بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن التوحيد هو الأساس، هو أساس الدين، وهو قاعدة الملة، وهو الذي أنزل الله كتبه وأرسل رسله للدعوة إليه، بل هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلق الخلق ليعبدوه، أي ليفردوه بالعبادة، ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، ولكن من الناس، من الخلق، من حقق هذه الغاية التي خلق من أجلها، فعبد الله سبحانه حق عبادته، وتجنب الشرك بجميع أنواعه، وهم قلة من الخلق، فيهم الرسل والأنبياء وأتباعهم، والأكثر لم يحققوا هذه الغاية التي خلقوا من أجلها، ولم يلتفتوا إليها، بل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأصروا على ما هم عليه مخالفين دعوة الرسل الذين دعوهم إلى الرجوع إلى الأصل الذي خلقوا من أجله وأمروا به، خالفوا الرسل وبقوا على شركهم وتواصوا به، واتهموا الرسل عليهم الصلاة والسلام بالسحر والجنون وغير ذلك من الألقاب المنفرة، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالله جل وعلا من رحمته أنه لم يترك الخلق على ما هم عليه من الشرك والكفر، بل أرسل إليهم هؤلاء الرسل يدعونهم إلى التوحيد الذي هو دينهم، وهو الذي ينقذهم الله به من النار ويدخلهم به الجنة. هذا من رحمته سبحانه بعباده، لأنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوا الخلق إلى توحيد الله والرجوع إلى دين الله لإنقاذ أنفسهم من النار، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتك، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هكذا قال أول الأمم لنوح عليه السلام: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وهكذا قالت آخر الأمم لمحمد صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن اتبع الرسل من هذه الأمم فأنقذوا أنفسهم من الشرك ومن الكفر ومن الضلال، ولم تأخذهم العصبية والحمية الجاهلية لأديان آبائهم، وهم قلة من الخلق، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولكن الخير، كل الخير في هذه القلة المؤمنة في كل زمان ومكان، ففيها الخير لنفسها وفيها الخير لغيرها، وبهم يبقى دين الحق ويصل إلى من أراد الله له السعادة والنجاة. فدين الحق واضح، تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: فرقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 2، فافترقت اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فدين التوحيد وعقيدة التوحيد هي سبب النجاة، هي سبب النجاة، وهي الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به. هما أصل النجاة، هما سبب النجاة، فحبب السببان، فحبب السببان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فالواجب على من يريد النجاة لنفسه ويريد النصيحة لإخوانه ولأمته، الواجب أن يتمسك بهذا التوحيد وأن يدعو إليه وأن يصبر على ما يناله في سبيل ذلك، فإن هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام ومقام أتباعهم إلى يوم القيامة. ولا يهولنك ما عليه غالب العالم الإسلامي اليوم من وثنيات تتمثل في عبادة القبور والأضرحة، يدعون إليها ويزينونها للناس بحجة أن هذا هو الدين وأن هذا من محبة الأولياء والصالحين وأن هذا هو الذي أمرنا الله به إلى غير ذلك من شبهات، وأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، وهذه الأضرحة ليست بأصنام ولكنها قبور رجال صالحين مقربين إلى الله، فنحن نحبهم ونطلب منهم أن يقربونا إلى الله زلفى وأن يشفعوا لنا، فنحن لا نريد منهم إلا الشفاعة. وهذه هي مقالة المشركين الأولين سواء بسواء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن هذا الشرك، سماه شركا ونزه نفسه عنه. وهؤلاء يقولون: لا، هذا ليس بشرك، هذا محبة للصالحين وهذا اتخاذ للوسيلة. والله تعالى يقول: وابتغوا إليه وسيلة، ويقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة عندهم هي هذا العمل، أن يجعل بينه وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين ليرفعوا حوائجه إلى الله ويشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا هو شرك الأولين سواء بسواء، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله، سماه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من دون الله يعني لغير الله، ويعبدون من دون الله أي غير الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعترفون بأنها لا تضر ولا تنفع، ولكن يقولون إنهم وسطى لنا وشفع لنا عند الله. الله جل وعلا أكذبهم وأنكر عليهم: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعترفوا أنهم يعبدونهم، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون في الكون، لا نعبدهم إلا لشيء واحد وهو أنهم يقربوننا إلى الله زلفى، يشفعون لنا عند الله ويقربون إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم: إن الله يحكم بينهم بما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم كاذبين وسماهم كفارا بعملهم هذا
وهم يقولون لا نحن لسنا كفارا، فهم يعارضون الله سبحانه وتعالى ويعارضون القرآن ويقولون لسنا كفارا ويقولون لسنا مثل المشركين الأولين، هكذا يزعمون. ما الفرق بينهم وبين المشركين الأولين؟ وهذه مقالاتهم ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذه أفعالهم هي مقالات المتأخرين وأفعال المتأخرين. لا فرق بين من عبد اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى وبين من عبد قبرا وضريحا ووليا من دون الله عز وجل، لا فرق بينهما، لأن المنهج واحد والحجة واحدة، لم تختلف حجة الأولين وحجة المتأخرين، لا فرق، إلا أن أولئك المشركين الأولين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون هذا من محبة الصالحين ومن تقدير الصالحين ولهم منزلة عند الله، فنحن لا نطلب منهم إلا أن يقربونا إلى الله أو أن يشفعوا لنا إلى الله. ما الفرق بين المقالتين؟ إلا الأغاليط والدعاوى الكاذبة. وأما الوسيلة التي أمر الله باتخاذها قوله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والذين يدعوهم المشركون هم عزير وعيسى بن مريم ومريم ابنة عمران، يقولون هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى ويشفعون لنا. أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد لي، يعبدونني ويتقربون إلي ويخافون من عذابي ويرجون رحمتي، ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يعبد من دون الله. هؤلاء عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة، فالوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة في كتاب الله عز وجل، وليست الوسيلة الواسطة التي تجعل بين الله وبين خلقه. الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واسطة، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم واسطة في تبليغ الرسالات، واسطة بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة، وليس واسطة بين الله وبين الخلق في أنهم يعبدون من دون الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، أو واسطة من أنكرها فقد كفر، وهناك واسطة أو وسيلة من هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، وهناك وسيلة من تمسك بها فقد كفر. ما هي الوسيلة التي من أنكرها فقد كفر؟ هي وسيلة الرسل في تبليغ الرسالات، فمن أنكر رسالة الرسل فقد كفر، ومن أنكر أن الرسل بلغوا أممهم فقد كفر. هناك وسيلة من
من أقر بها فقد كفر، وهناك وسيلة من جحدها فقد كفر. فمن أقر بالرسل وأقر بأنهم بلغوا الناس رسالات ربهم، من أقر بها فهذا هو المؤمن. وأما من جحدها وقال لم يأتي رسول ولم تبلغنا دعوة، هذا كافر. وكذلك هناك وسيلة من أثبتها فقد كفر، وهي اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة في تبليغ حوائجنا ومغفرة ذنوبنا، بل أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى مباشرة من غير اتخاذ واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله يسمعك إذا دعوته، ويعلم حاجتك، ويعلم ما تريده منه سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة تبلغه حوائجك، كأنه لا يعلم سبحانه وتعالى، كأنه لا يدري. والله جل وعلا رحيم بعباده، لا يحتاج إلى من يؤثر عليه ويشفع عنده حتى يتأثر، بل إنه سبحانه يريد بعباده الرحمة والخير، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم قد لا يريدون الخير إلا إذا توسط عندهم الوسطاء وأثروا عليهم، لأنهم ليس في قلوبهم رحمة للرعية، فلا بد من وسائط يتكلمون عندهم وينصحونهم فيؤثرون عليهم فتلين قلوبهم. الله جل وعلا ليس كذلك، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو يريد لهم الخير، يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم. الله يدعو إلى الجنة سبحانه وتعالى، وهو يريد الخير، لا يحتاج إلى أحد أن يؤثر عليه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أحد أن يخبره بحوائج الخلق، لأنه يعلمها ويسمعها سبحانه وتعالى. ما بينك وبين الله حجاب، إذا دعوته تقربت إليه وطلبت منه، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا يحتاج إلى أن توسط عنده أحد أو تتخذ عنده أحد يبلغ حاجاتك؟ هو جل وعلا يتولى ذلك بنفسه، ويسمع دعاءك، ويسمع تضرعك، ويطلب منك، يطلب منك ويلح عليك أن تدعوه وأن تسأله وأن تستغفره سبحانه وتعالى. فالحاصل أن متعلقات المشركين باطلة، ولكنهم مع بطلانها يتمسكون بها ويعارضون دعوات الرسل، وهذه هي الآفة. ونعلم أيضا أن حجة المشركين المتأخرين هي حجة المشركين الأولين، ولكنهم يكابرون ويعاندون ويزعمون الفرق بينهم وبين الأولين، مع أنه لا فرق، لا فرق بين من عبد ضريحا أو قبرا أو عبد صنما أو عبد وثنا أو عبد وليا من الأولياء. الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء والصالحين، لا يرضى سبحانه أن يشرك معه أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكلمة شيئا عامة تعم كل من أشرك به مع الله، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل والأنبياء أو من الأولياء والصالحين أو من الأشجار والأحجار أو من الأضرحة
لا تشرك ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا، يعم كل شيء. وعبادة القبور ودعاء الأموات هذا من عبادة الأوثان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأنه غني عن الشركاء وغني عن خلقه سبحانه وتعالى. والعبادة لا تكون عبادة صحيحة نافعة إلا إذا خلت من الشرك، ولهذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خالصة لله خالية من الشرك، الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من البدع والمحدثات. أما إذا كان فيها شرك فإنها مردودة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما البدعة فإنها لا تقبل، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكون فاسدا مبنيا على غير أساس. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شوف، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه نكرة تعم كل أحد، الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار، وكل ما عبد من دون الله يدخل في قوله أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لتقواه، وأن يبصرهم بهداه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد شيئا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأرى أن الأسئلة كثيرة فنترك لها بقية الوقت. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما بين وأوضح. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة، فننتقي منها ما يتعلق بموضوع المحاضرة ثم نثني بما قد يحتاجه أو تحتاجه المدرسة من أمور فقهية فيما يتعلق بالصلاة وغيرها. فضيلة الشيخ حفظه الله، متى يعذر المسلم بالجهل بالتوحيد وفعل بعض النواقض، ومتى لا يعذر بالجهل؟ المسلم لا يعذر، المسلم الذي يقرأ القرآن ويسمع السنة والأحاديث هذا لا يعذر به، هذا ما هو جاهل، هذا ليس جاهلا. الذي يعذر بالجهل هو الإنسان المنقطع عن العالم، الذي لا يبلغه شيء، لا يبلغه شيء، ما سمع القرآن ولا سمع الأحاديث ولا سمع كلام أهل العلم، منقطع عن العالم، هذا هو الذي يعذر بالجهل. أما إنسان يعيش مع المسلمين ويعيش في ديار المسلمين وفي العالم الإسلامي ويسمع القرآن، أو هو يحفظ القرآن ويردد القرآن ويختبه بعشرات المرات ويتقن تجويده ويتقن أداءه، ومع هذا يبقى على عقائد الجاهلية، والقرآن ينهاه عنها ويحذره منها، وقل آية تمر في كتاب الله إلا هو يتحذر من الشرك وتحذر من أمور الجاهلية، ثم يقال هذا جاهل، هذا بلغته الحجة. من بلغته الحجة
فإنه ليس بجاهل. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والقرآن بلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم قول الرجل توكلت على الله ثم عليك، مع العلم أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز ذلك، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم وجدت في فتاوى اللجنة الدائمة جواز ذلك، أرجو توضيح الأمر. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن إبراهيم لا يجوز توكلت على الله ثم عليك، لأن لفظ توكلت هذا لا يطلق إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فلفظ التوكل هذا لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فيقال: وكلتك، وكلتك في كذا، وكالة ما هو توكل، وكلتك في كذا، عمدتك في كذا، أنبتك في كذا، ولا يقال وكلتك، ولا يقال توكلت عليك، هذا لا يجوز. وما جاء في فتوى اللجنة فيه نظر، الحقيقة ما طالعوا كلام أهل العلم في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة، مع العلم أن شيخ الإسلام رحمه الله يجيز ذلك، وما حجة المانعين؟ هذا كذب، شيخ الإسلام ما أجاز هذا، قرأنا كلامه، قرأناه وجدناه يستعرض أقوال من قال هذا ولم يبين رأيه فيه، ولم يبين فيه رأيا، وإنما يستعرض أقوال من قال هذا الكلام. والآفة إن بعض الإخوان يجي يقرأ كلام الشيخ ولا يستكمله ولا يعرف مبدأه ومنتهاه، وإنما يقطع من وسطه أو من عرضه أو من أوله أو من آخره، يقطع جملة أو أسطر ويقول قال شيخ الإسلام. ما وجدناه يجيز الاستعانة بالجن مطلق، إنما هو يحكي أقوال أناس وهو لم يبين رأيه في ذلك. ولا يجوز الاستعانة بالجن، هذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقول: ويوم نحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالآيتان أنكرتا على من يستعين بالجن من غير تفصيل. ثم الاستعانة بالغائب منهي عنها، الاستعانة إنما تكون بالحي الحاضر، لا تجوز الاستعانة بالأموات ولا بالغائبين، وإنما يستعان بالله عز وجل، ويستعان بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، شرطين: أن يكون حيا حاضرا، وأن يكون مما يقدر عليه. هذا هو الاستعانة الصحيحة بالمخلوق، سواء كان جنيا أو إنسيا. فالجني لما كان غائبا إننا لا نستعين به. وكذلك ما الذي يدرينا أن هذا، إذا تنزلنا وقلنا يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن، من الذي يدرينا أنه مسلم؟ قد يقول إنه مسلم وهو كذاب لأجل الخداع والمكر بنا، لأن الشياطين لا يؤمنون أن يمكروا ببني آدم ويدعوا الإسلام وهم غير مسلمين. ثم من هو من السلف الذي أجاز هذا؟ من هو الذي أجاز الاستعانة بالجن الصالحين أو المسلمين من الجن؟ من هو؟ إلا ما ذكره الشيخ حكاية وليس رأيا له. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: كثيرا من الناس إذا أنكرنا عليه مخالفة السنة بعد بيانها له قال هي سنة والإسلام لا يعرف التطرف، فما حكم ذلك بارك الله فيه؟ إذا قال هي سنة قلنا بينها لنا، هات لنا السنة من مصادرها الصحيحة من كتب الحديث الموثوقة، فإذا أثبت لنا هذا على الرأس والعين. أما أنه يقول أنه سنة
بدون أنه يبين لنا ما يثبت هذا فكلامه مردود عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: إن أحبك في الله، هناك من يقول إنه لا يطلق اسم الكفر على الذي يأتي الأضرحة والقبور بنذر أو ذبح أو استغاثة أو استعانة لجلب نفع أو دفع ضر، ويقولون لا بد أولا من إقامة الحجة عليه، وهذه الحجة لا يقيمها إلا عالم. ومنهم من يقول فعله كفر أما هو فلا يكفر حتى تقام عليه هذه الحجة، فما هو ضابط إقامة الحجة حفظكم الله؟ عرفنا ضابط إقامة الحجة في أول سؤال، أنه إذا بلغه القرآن وسمع القرآن أو قرأ القرآن أو قرأ الأحاديث أو قرأ كلام أهل العلم فقد قامت عليه الحجة. وإذا أشكل عليه شيء من القرآن أو من السنة أو من كلام أهل العلم وجب عليه أن يسأل، فإذا لم يسأل فإنه يكون هو الذي قد قصر. الحجة بلغته وبلسانه وبلغته، فإذا لم يرفع بها رأسا ولم يسأل ولم يبحث فإنه هو المقصر والحجة قامت عليه. ومن فعل الشرك فهو مشرك، نحكم عليه بالشرك ونعامله معاملة المشرك، فإذا مات لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نورث ماله لأقاربه المسلمين لأنه مشرك. احنا نحكم على الظواهر، نحن نحكم على ما يظهر لنا من فعله وقوله، هذا الذي نعامل به الناس. أما القلوب وما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: رجل يقول إن أبغض شيء لديه اسم السلفية، ويقول ينبغي أن نقول مسلم فقط ويكثر الحكام، فما حكمه وما توجيهه؟ الذي يبغض السلفية هذا ليس على مذهب السلف، ما يبغضهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب، ومن خالفهم في المذهب إنه لا يكون مسلما، لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. والقرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قلوب الحديث. الذي يبغض السلف هذا دليل على انحرافه، هذا ليس على مذهب السلف، ما يبغضهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب، ومن خالفهم في المذهب فإنه لا يكون مسلما، لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. والقرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قلوب الحديث. فالذي يبغض السلف هذا دليل على انحرافه وعلى ضلاله. ماذا يبغض السلف عليه؟ على تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف هم قدوتنا، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم السلف. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هؤلاء هم السلف الذين اتبعوهم بإحسان، أحسنوا الاتباع، لم يغلوا ويتشددوا ولم يتساهلوا، بل تابعوهم بالاعتدال والاستقامة على دين الله عز وجل. هؤلاء هم الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه البشارة العظيمة. ولما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان، وقالوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فسماهم مؤمنين وسماهم سابقين إلى الإيمان، وأخبر أن هؤلاء الذين يأتون من بعدهم يستغفرون لهم ويترضون عنهم. فالذي لا يترضى عن السلف ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هذا ليس من المسلمين. ولا يكفي قوله أنا مسلم، لأن أنا مسلم كل يدخل فيها، القادياني يقول أنا مسلم، الرافضي يقول أنا مسلم، القبوري يقول أنا مسلم، يدخل تحت هذه الكلمة كل من ينتسب إلى الإسلام. أما لو كان أنا مسلم على حق، يعني كلمة صحيحة أنه مسلم ما هو بالدعاء، أنا صحيح، لكن يقول أنا مسلم وهو على غير الإسلام، كل يقول أنا مسلم، فلا يجوز هذا الكلام، بل يجب موالاة السلف واتباع السلف والاقتداء بالسلف والمشي على منهج السلف، رضي من رضي وسخط من سخط، ما علينا من هؤلاء. نعم. أحسن الله عليكم وبركة في علمكم. يقول هل الحلف بغير الله أكبر من القتل في إثمه، مثل الذي يقول والنبي والكعبة؟ الحلف بغير الله شرك، وقتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك أعظم، أعظم من الكبيرة، الشرك هو أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورو كبائر الشرك، فهو من ناحية أنه إشراك بالله هو أعظم من قتل النفس، وأيضا الشرك لا يغفر، وقتل النفس، قاتل النفس تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف نفسر أو نبرر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي الشريف في المدينة؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ليس في المسجد، في بيت عائشة، دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان بيت عائشة خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي زمن عبد الملك بن مروان، كل هذه المدة مضت وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، وكان الخلفاء يوسعون المسجد من الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية ويتركون جهة الشرق التي فيها الحجرة النبوية. فلما جاء الوليد بن عبد الملك أمر أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد، وأدخل الحجرات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط منه، لم يوافقه عليه أهل العلم بل أنكروا ذلك، ولكنه غلب بسلطانه وبإمارته ونفذ ما أراد بغير فتوى من العلماء وبغير رضا من أهل العلم. فالحاصل أن هذا أن أصل القبر ليس في المسجد، إنما هو خارج المسجد، وإنما أدخل فيه في هذا الوقت الذي ذكرنا من باب الغلط والتصرف السيء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من يطلق لحيته في هذه البلاد وعند نزول لبلاده يحلق لحيته بسبب ما يجد من مضايقات من الأمن، وما نصيحتكم في ذلك جزاكم الله خير؟ الذي يوفر لحيته هنا ويحلقها إذا ذهب إلى بلاده هذا أحد رجلين، إما أنه منافق يظهر تمسك بالسنة هنا وإذا راح ظهرت حقيقته وهو لا يريد اللحية وإنما وفرها هنا لغرض دنيوي، الله يتولى الأسرار سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من هو يريد السنة ويحب السنة ووفر لحيته لأجل السنة، لكن لما ذهب هناك وجدهم أنهم يتابعون أهل الدين خاف أنهم يأخذونه ويعذبونه، وهذا ضعف، هذا ضعف وخور. الواجب أن الإنسان يتمسك بدينه ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
مهما كلفه الثمن، وما أصابه في سبيل ذلك فإنه في سبيل الله ومأجور عليه. لكن ما أظن إن اللي ما يحصل منه شيء ولا يحصل منه أذى، ما أظنهم يتابعون، إنما يتابعون أناسا يحصل منهم فلتات ويحصل منهم أشياء غير مناسبة، فيتابعونهم من أجل ذلك، وقد يأخذونهم، قد يجبرونهم على حلق لحاهم، لأنهم تصرفهم هم تطبيقهم للسنة يعني فيه خطأ. فأما الذي يتمسك بالسنة ويسير على الطريق الصحيح ما أظنهم يتعرضون، لكن لو تعرض ولو ما عمل شيء فهو على خير، يصبر على هذا ولا يحلق لحيه، يصبر عليها، ولو سجنوه ولو نالوا شيء من الأذى يصبر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في مقاطعة المنتجات التي يملكها يهود وغيرها من الدول التي تساند اليهود وتضطهد المسلمين، وهل المسلم يؤجر إذا نوى بذلك وجه الله؟ هذا من صلاحية ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة سلع الأعداء فإنه يجب الامتثال. أما إذا لم يأمر ولي الأمر بذلك وسمح بها فلا مانع من شرائها وتداول، هذا يتبع سياسة ولي أمر المسلمين. نعم، هذا من صلاحيات ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ أنا أقول كل جماعة لا تهتم بعقيدة التوحيد ولا تدعو إلى التوحيد بل تزهد فيه لا يجوز الخروج معه، وكل جماعة لا تلتزم بالسنة وإنما تأتي باصطلاحات وأمور هم الذين خططوها وهي غير مطابقة لسنة الرسول لا يجوز الخروج معهم، سواء جماعة التبليغ أو غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، نفع الله بكم، بعض المعارض التي تقام لبيان جراحات المسلمين في فلسطين وغيرها يكون فيها بعض الصور للجرحى والقتلى، هو أحيانا تعرض عن طريق الفيديو، والقصد من ذلك حث المسلمين على التبرع إخوانهم، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل غير مناسب، لا يجوز إقامة الصور والجرحى هذا، لكن يدعى المسلمون للتصدق على إخوانهم ويبلغون بأن إخوانهم مضايقون وأنهم يجري عليهم ما يجري من فعل اليهود بدون أنهم يعرضون صور ويعرضون جرحى ويعرضون هذا في استعمال للتصوير، وأيضا فيه في هذا التكلف ما أمر الله تعالى به، وفيه أيضا تفتيت لعبد المسلمين، لأنك لما تظهر أمام الناس مسلم ممثل به أو مقطع الأعضاء فهذا مما يرعب المسلمين ويرهب المسلمين من فعل الأعداء، والواجب أن المسلمون لا يظهرون الضعف ولا يظهرون الإصابات ولا يظهرون هذه الأمور بل يكتمونها حتى لا يفتوا في عضد المسلمين. نعم. حسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، أحيانا يحتاج المدرس إلى عرض بعض الصور لذوات الأرواح لتفهيم الطلاب، فهل في هذا بأس؟ يا أخي نتبع ما كان عليه علماؤنا وسلفنا، كانوا يعلمون ويدرسون مختلف العلوم ولا يستعملون الصور، وهم أعلم منا، والطلاب اللي قبل أحسن من طلاب اليوم، والفهم موجود بدون هذه الأمور، والصور محرمة، الصور محرمة وملعون من صورها، ولا يجوز اقتناؤها ولا يجوز تداولها إلا ما كان ضروريا من صور حفيظة النفوس وجواز السفر وبطاقة الشخصية، لأن هذه ألزم الناس بها ولا يمكن أن يتوصلوا إلى مصالحهم إلا إذا كانت معهم، هذه من الضرورة، والضرورة لها حكم، أما استعمالها في غير هذه الحالة فلا يجوز، بل يجب إتلاف الصور وعدم اقتنائها إلا الصور الضرورية التي ذكرتها لكم، والتعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريب من هذا العهد، وما كانوا يستعملون الصور والمصورات لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله، أقوم بتدريس مادة الجغرافيا وتثبت الحقائق العلمية أن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول نفسها مرة واحدة في اليوم الواحد، فهل هناك من نصوص الكتاب والسنة ما ينفي هذه الظاهرة الكونية؟ هذه ما هي بظاهرة كونية، هذا تخرص،
أنت جعلتها ظاهرة كونية، ما هي ظاهرة كونية، مثل يدراك، مثل يدراك أن الشمس تدور، هل وقفت عليها؟ هل وصلت إلى الشمس؟ هذا كله تخرص. ومن أقوال الذين لا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله أخبرنا أن الشمس تجري وأن الأرض قرار مستقرة، ونحن نثبت هذا، نثبت أن الأرض قارة وأنها لا تتحرك ولا تميد ولا تضطرب، وأن الشمس تجري بمستقر لها، والمشاهد كذلك، المشاهد كذلك الآن، الشمس تمر من فوقنا ويصير نهار، ثم تغيب في الأفق ويصير ليل، تروح لناس غيرنا وتطلع علينا مرة ثانية، ويجي النهار وتغيب ويجي الليل، وهكذا يتعاقب الليل والنهار من أثر دوران الشمس على الأرض وجريان الشمس حول الأرض. هذا هو الواقع، والقرآن أخبر بذلك، والشمس تجري لمستقر الله، وأخبر أن الأرض قرار وأنها ثابتة وأنها ساكنة. فنلغي هذا ونروح لنظريات الكفار ونظريات المتخرصين، هذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، في بعض المسابقات الرياضية يعطى الفريق الفائز أو الفصل الفائز أو الطالب الفائز جائزة، فهل هذا مشروع أن يدخل في حديث لا سبق إلا بخف أو حافل أو نصف؟ إذا كانت المسابقة في أمور علمية من علم الشرع، في أمور علمية من علم الشرع، الفقه أو التوحيد أو القرآن أو الأحاديث، فالعلامة ابن القيم أجاز هذا في كتاب الفروسية، يقول لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيقاس على الثلاثة التي هي من وسائل الجهاد، النصل والخف والحافر، هذا من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم، فيجوز أخذ الجوائز عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في مصافة التلميذ الذي لم يتعد السادسة أو السابعة من عمره مع المدرسين في صلاة الظهر بالمدرسة؟ إذا كان التلميذ يبلغ 7 سنين تجوز مصافته، لأنه تصح صلاته، تكون له نافلة، تصح مصافته، لقول أنس رضي الله عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، واليتيم لا يطلق إلا على الصغير الذي دون البلوغ، وقد قام هو وأنس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في استعمال مدرس لقلم الطالب أثناء التصحيح أو قبول لهدية الطالب، هل يدخل ذلك في الغلول؟ يدخل في الرشوة، هذا يدخل في الرشوة، لا يأخذ من الطالب شيء، لأنه مدرس وحاكم عليه، يحكم عليه على جوابه، فالمدرس لا يأخذ من الطالب شيئا، لكن لو قدر أنه يحتاج إلى قلم والطالب معه قلم وتناوله مؤقتا لأن ما عنده قلم، فهذا أمر يتسامح فيه، أما أنه يأخذ هدية أو ملك له فهذا لا يجوز، يعتبر من الرشوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، أحدهم إذا أنكرنا عليه تركيب الدش قال إنني شريته لمتابعة الأبناء للدروس التعليمية وأتابع نشرات الأخبار فقط، ومفتاحه في يدي، وقمت بعمل شفرة الله، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا ما هو صحيح، وهذا تبرير للباطل، لا يجوز له إدخال الدش في بيته، لأنه يجر عليه شرورا كثيرة، والتعليم ولله الحمد حاصل بدون الدش، يعني الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتعلمون ولا عندهم تشوش، وما شفنا الأمور أحسن ما يكون في التعليم، والآن يقولون الدش فيه تعليم، تعليم للباطل، نعم فيه تعليم، لكن تعليم للشر، وإن كان فيه شيء من الخير فإنه مغمور بما فيه من الشرور والباطل، فلا يجوز لمن يخاف الله عز وجل ويخاف على نفسه وعلى أولاده، لا يجوز له أن يدخل الدش في بيته ولو كان مفتاحه في يده، ولو كان كما يقول، ما يجوز هذا، لأنه خطر، وسيلة شر، وسيلة تدمير، وما ذكر في الدش إلا الشر، الناس ضجوا من الدش، الناس اللي فيهم غيره وفيهم بقية إيمان ضجوا منه لما فيه من الشرور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في الاستعانة بالأطفال الصغار كطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي
لإنشاد عدد من الأناشيد بصوت جماعي أمام طلاب الإذاعة الصباحية. لا تربوا الأولاد على الأناشيد، لا تربوهم على هذا، ربوهم على قراءة القرآن، قراءة الأحاديث النبوية، ولا تربوهم على الأناشيد. هذا من فعل الصوفية، هم الذين يتلذذون بالأناشيد ويعتبرونها من الدين ويعتبرونها من الذكر، فلا تنشئوهم على هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ، والدتي أرضعت ابنة خالي يوما لكنها لا تعرف عدد الرضعات، وهذه البنت والتي رضعت مع أخي خطبت، ولكن لها أخت أخرى ولي أخ يريد الزواج من هذه البنت الأخرى، فهل يجوز ذلك؟ أفتونا أثابكم الله. إذا كانت رضعت من أمك فلا تزوجها، لا تزوجها. إن كانت رضعت الرضاع الكامل 5 رضعات حرام على كل حال، وإن كانت ما يدرى كم رضعت، 5 ولا أقل ولا أكثر، هذه مشتبهة. قد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تجنبها. والنساء كثير والحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ وهل ثبت ذلك عن بعض الصحابة؟ والرواية عن الإمام أحمد هل ثبتت بذلك؟ لا يجوز الأخذ من اللحية، هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أرسل اللحى، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى. وأما الحديث الذي ورد أن الرسول يأخذ من طول لحيته وعرضها هذا حديث باطل لا صحة له، وإن كانوا يريدون الآن أن يجعلونه في القمة ويجعلونه فوق الصحيح، هو حديث باطل كما نص على ذلك أهل العلم والحمد لله. وأما عن بعض الصحابة ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا تحلل من حج أو عمرة يحلق رأسه ويأخذ من لحيته، هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي. وفعل الصحابي إذا خالف السنة لا يؤخذ به، هذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه ما علم بهذه الأحاديث، اجتهاد منه رضي الله عنه. واجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل لا يقبل، إذا خالف الدليل لا يقبل، وهو معذور في اجتهاده ومأجور أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن لا يجوز أخذ خطأه والعمل بخطأه، بل يؤخذ بما صح وما قام عليه الدليل، والذي قام عليه الدليل توفير اللحية وعدم التعرض لها. ثم ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعل هذا دائما، وإنما كان يفعله إذا تحلل من حج أو عمرة، من نسك فقط. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: عندي حساسية في الصدر واستخدم البخاخ، فهل البخاخ هذا يبطل الصيام؟ والله أنا عندي فيه إشكال، لكن صادر فيه من اللجنة الدائمة فتوى بإجازته، أما أنا فلا أرى هذا، أرى أنه إن كان أنه متضرر ولا يستطيع يأخذ البخاخ ويقضي هذا اليوم، لأنه مريض، والمريض يفطر ويقضي اليوم. قال تعالى: فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب في الصف الثالث الثانوي القسم العلمي، ومتفوق في دراسته ولله الحمد والمنة، ولكني في حيرة في القسم الذي أدخله إن شاء الله، فالبعض يشير علي دخول كلية الشريعة لطلب العلم الشرعي، والبعض الآخر يرى أن الأفضل في دخول قسم علمي، فبما توجهوننا وفقكم الله؟ لا يفضل على الشريعة شيء، إذا كان عندك رغبة في علوم الشريعة فلا تعدل عن ذلك، هذا خير، هذا خير لك. وعلوم الشريعة هي العلوم النافعة في الدنيا والآخرة، أما العلوم الدنيوية هذه تنفع في الدنيا فقط، تنفع في الدنيا فقط، شرفة من الحرف تنفعك في دنياك لكنها لا تنفعك في دينك. أما علوم الشريعة إنها تنفعك في دينك ودنياك وفي آخرتك، فاغتنم هذه الرغبة وحققها بالالتحاق بكلية الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما دور المسلمين فيما يحدث الآن في فلسطين، وماذا يمكن أن يقدم الإخوانين هناك؟ قدموا لهم الدعاء أن ينصر الله المسلمين وأن يعينهم
ويثبتهم ويقدم الصدقة للمسلمين المستضعفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الكلام عن الصعود على سطح القمر صحيح؟ تجينا الأرض حنا مش نروح للقمر، وش نتجادل في هذا الأمر؟ يجينا الله جعل لنا الأرض قرارا وجعلها فيها، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الحمد لله تكفينا الأرض، وهذا العبث ما لنا فيه صالح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يضع أمواله في البنوك الربوية المنتشرة في بلادنا نظرا لعدم وجود مكان أو مشاريع يأمن على أمواله فيه، وبالتالي في نهاية كل سنة هناك فوائد، فماذا يفعل في هذه الفوائد؟ إذا كان عنده أموال يخاف عليها ولا له مكان، لا مانع أنه يودعها في البنك للحفظ فقط، ويسحب منها للحفظ فقط ويسحب منها حاجته. وأما أخذ الفوائد عليها فلا يجوز، هذا ربا، لا يجوز أنه يأخذ الربا. هما أودعها من أجل الفوائد وأودعها من أجل الحفظ فقط، لأنه ما يجد مكان يحفظها إلا البنك، يودعها للضرورة، هذا من باب الضرورة، لكن لا يأخذ عليها فوائد. نعم. تعالى أنت تشتغل في الوقت. الله فوق ما يجب. نعم. أقول على رأيك. نعم. صلي. ما في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو لجنة الإفتاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي له المثوبة وأن يكتب هذه الكلمات في موازين حسناته. وننبه الإخوة إن شاء الله أنه بعد صلاة العشاء سوف نعود إلى المدرسة مرة ثانية لتناول طعام العشاء وكذلك لإقامة بعض المسابقات الثقافية.